ألو، مرحبا جابر، كيفك؟ جابر شو في عندك اليوم؟ ماشي أوكي، يعني لأمتى بقيان بالمكتب؟ لا شغلة ما بتنحكى على التليفون. ماشي، أنا بدي شي ساعة لحتى أطلع من الشركة، بطلع من هون وبجي لعندك فورا. ماشي خلص أوكي، ما تاكل هم، ما رح أتأخر. باي، الله معك. مين حضرتك؟ أنا فؤاد. إيه يعني مين؟ لو سمحتي بس تجي ليلى، قلي لها إنه فؤاد سأل عنك. لوين؟ شو لوين؟ نازل لعند الجماعة؟ لا. شو يعني؟ يعني ما لازم تفوت معي. شو لك؟ بلا ما تزورون اليوم. شو لك؟ ما لازم يعرفوا باللي صار. شو لك؟ شبك علقت؟ لا ما علقت، بس ما عاد أعرف شو بدي أعمل. يعني هلأ أروح أنا؟ إيه روح. لا ما بدي روح، أنا أصلاً كنت جاي لعند الجماعة وما دخلني فيكي. هلأ بعد كل هالشي المنيح اللي عملته معي هيك بدك تعمل؟ شو لك؟ سامي بكفي. طيب بروح، بس بشرط. شو؟ اني شوفك مرة تانية. حاضر. استني، شلون بدي شوفك مرة تانية؟ ما بعرف. طيب انتي وين ساكني؟ شو رأيك نخليها للصدفة؟ كيف يعني؟ يعني اذا كنت حابب تشوفني مرة تانية رح تقدر لحالك تلاقيني. لا هاليوم فؤاد، مالي رايح. أنا حابب أقعد أنا وياكي بمطعم رايق. صدقني مزاجي ما منيح. نسمع موسيقى وشموع ومنروي. هلا أنت كيف فيك تضل رايق هيك؟ هذا سر بيتعلق فيك. في أنا؟ طبعاً. شو هالسر هاد؟ ما بكشف لك السر إلا إذا قبلتي تروحي معي على المطعم وأنتي ضحكاني. بروح يا سيدي بس احكي. يا ستي الشغلة بسيطة، انت دائما متوترة ومعصبة، صح؟ بس هيك، انا ببقى رايق مشان الحياة تكون فيها توازن. غلبتني. انا ماليش مزاج اقيس النهاردة، وبعدين انت تأخرتي قوي، رشا زهقت ومشت، وبعدين كمان البادي ده بتاعها. على فكرة، ما كانش المفروض تتأخري كده. قلت لك غصبا عني يا انسه مويا. انت بيتك بعيد عن هنا؟ يعني معك فلوس التاكس؟ ايه معي، عن اذنك. كنت متوقع هالشي. انزعجت؟ مو هيك القصة. أنا بعرف إنه هذا الموضوع رح يأثر على حياتي. شو رح تعمل؟ ما رح أعمل شي. طبيعي إنه ناس يقبلوني بهذا التاريخ وناس ما يقبلوني.
شو يعني رح تستسلم؟ ما حدا عم بشن علي حرب حتى اصمد او استسلم. قلت لحالي لانك عرفت بهذا الموضوع من جديد، فمن الطبيعي انك تحاول تعرف شو اللي صار. عندي معلومات انه امي كانت بريئه وانحكمت ظلم. وانا كمان هيك توقعت، حتى اني قلت لها لرويدا وقبل ما اعرف انه هاي المره بتكون امك. قلت لها مو معقوله مره تقتل رجالين مع بعض. لا مو توقع. عندي معلومات بتاكد انه في شيء صار وامي تورطت فيه، بس مو هي اللي عملت كل شيء. كيف؟ فؤاد قال لي. مين فؤاد؟ هذا الرجل اللي رباني مو لحاله. هو والام انطوانيت والاب الياس الله يرحمه. ايه انا تربيت. تربيت بدير حتى صار عمري 18 سنة. امي تركتني هنيك بعد الحادثة. بعدين سلمت حالها لأنه كانت بتعرف انها بريئة. يعني هذا الدير ملجا؟ لا شو ملجا؟ هذا هيك دير صغير بالجبل. طيب وابوك؟ ابي كان صار له كم شهر ميت. مات بحادثة بنفس المعمل اللي انحرق. كيف لبست لأمك القصة؟ قريت ملف قضيتها. في شهود بس مو شهود عيان. سمعوها عم تهدد، حتى هو مو تهديد. في واحد قال لها هيك المعمل بيحترق، قالت له يحترق. وبنوا اتهامهم على هذا الاساس. معقول؟ ايه هذا اللي صار. بس فؤاد عنده معلومات اكيده انه الشخص الثاني اللي التقى محروق بالمعمل غادر البلد بعد الحريق بكم ساعه. كيف هيك؟ لسه ما تاكدت، بس رح اجيب نسخه من سجلات الهجره والجوازات. مساء الخير يا احلى رويده بالعالم. اهلين عمي، تعشيت؟ تعشيت؟ بتعرفي اني نسيت؟ رح احط لك عشاء. شو رايك نطلع نتعشى برا؟ وشو المناسبة؟ هيك ما في مناسبة، جاي على بالي اتعشى انا وياكي عشاء رومانسي. سامي يا سامي، شو قصتك؟ حابب اقعد معك قعدة رومانسية. معي أنا؟ ايه معك انتي، ليش انا مين الي غيرك؟ ايه معلش، اترك لي اياها لوقت تاني وروح غير ثيابك عبال ما احط لك العشاء. لا تحطي شي ولا تعذبي حالك. لك هلا قلت لي مالك متعشي؟ ايه ماني متعشي، بس شبعان، شبعان كثير. تأخرتي. انتي وين كنتي؟ عندي جيران. اجا واحد سأل عني. مين؟ قال اسمه فؤاد. امتى؟ المساء. ما قال شو بده؟ ما بعرف، هو بس قال انه اسمه فؤاد. مين هاد؟ بكرة بتصل فيه. ايه يعني مين هو؟ جوزة لست حنان. ايه شو بده؟ كنتي اسألي. على فكرة عن جد انتي مو طبيعية. تعشيتي؟ لا. ايه ولا انا تعشيت. شو بدك تاكلي؟ انا شبعانه، شبعانه كثير. طيب بركي فؤاد بيعرف معلومات عن اهلك. بكره بتصل فيه. كانت ماما انطوانيت هيك كنت ناديلها. كانت تحفظني قران، تبعتني على الجامع كل عيد. يا الله شو ظريفه، بدك تعرفني عليها؟ امتى ما بدك. بأقرب وقت. فؤاد مدري كيف صار لما صار عمري 18 سنة. فجأة اشترى لي بيت وشغلني عنده. سجلت بالجامعة بعدين. فرح كثير لما سجلت حقوق وأخذ مني تعهد إنه كل الفقراء والمظالم دافع عنهم ببلاش. نيالك يا جابر كيف الله بعث لك هالناس الظروف ضمن الظرف الصعب اللي أنت فيه. الحقيقة أنا ما حسيت بصعوبة الحياة، كانوا عم يديروا بالهم علي منيح. حتى فؤاد سجلني بنادي رياضي. وانت طول الوقت ما كنت تفكر بامك؟ امي ما غابت عن بالي ولا لحظه. كان في شجره بالدير. مره فؤاد قال لي
اللي شايف ورق الشجرة هدول بيدلوا على قديش أمك قريبة منك. بس كل ما وقعت ورقة أمك رح تبعد عنك يوم. أنت طلعت وجبت معي إبرة وخيط وتعربشت على الشجرة وصرت خيط الأوراق بالشجرة. اطفي الزفت ده دوشتين. بابا قال لك انه هيتاخر؟ ما قال شيء. شوكت ما ادري كيف طلع لي. ايه روي احسبه مثل هداك. مين هدا؟ شبنا بالبول ابن ابو سامي. مو مثله بنوب يا شوكت. موبايلك. مايا رد على البنات. المشكله اني ماني ملاقي حدا غيرك لاحكي له. لك شفت ما في غيري بالنهايه. من وين طلع لي؟ اسكار بعد اسكار تا يحرز المشوار. قبل بول هيك كتير. خلي يجيبوا لي ويسكي. لا خلص بكفي. قوم خلينا نمشي. هلا بلشت السهرة. تعرف لو شوكت انا ما بحب نام. بس نام بشوف منامات بتهوي. شو بيطلع لها؟ وين ويسكي؟ بالبول. شو وسطها؟ يا صاير عم تسكر بسرعة يا أما صاير عم تشرب كتير. بس ما عم بنسى. ما عم بنسى شيء. هي يلا بسيطة. روي بالبول بصحتك. مو معقول شو حكيت على فكرة. معلش بس أنا ما تضايقت. هي أول مرة بحياتي بحكي لهي الدرجة. معقول؟ معقول شو انسحبتي مني الكلام سحب؟ معلش بس انت لو ما كنت حابب تحكي ما كنت حكيت. هي انا حكيت كل شيء عن حالي. احكي انت. كان ممكن احكي بس وصلت. عن جد؟ انت وين ساكنه؟ قلنا ساعه ونص عم نمشي. طيب شو رايك ترجعي توصليني؟ ليش؟ لاني اخذت دورك بالحكي. شو اخر مره رح نمشي ونحكي؟ ايه صح. تصبح على خير. انت من اهله؟ شو ما بدك تروح؟ بلا بس لا اطمن عليك انك دخلتي على البيت. ايه وين انتو هلا؟ ايه ليك هذا رايح على بيته. سبقوه واستنوه. ولك شو ليش؟ مو بدكم تاخدوه على اساس عاوزينه ضروري؟ ايه يلا ما تاخر. ها ليك ليك اول ما تخلص اتصل فيني على السريع. ماشي خبرني شو بصير. يلا باي. استاذ جابر استاذ جابر
مرحبا. أهلين. صرنا شي ساعة مستناك. مين حضرتكم؟ رحنا على المكتب ما لقيناك، عاوزينك ضروري. ليش؟ في رجال كبير مريض وبده يعمل لنا وكالة، بده محامي. هلا تأخر الوقت. تعالوا بكرة الصبح. تعال هو. Yeah.
الو. مرحبا جابر، شو قصتك انت؟ انا قصة؟ يعني ليش مالك عم ترد على التليفون؟ ما كنت عم بسمعه. جابر ليش هيك صوتك؟ كأنك حاطط شي على تمك. عيلكي. مالكي ورمان. ايه من شو ورمان؟ بتعرفي شغلة؟ جوز كوني انقذتي حياتي اليوم. ليش شو صاير معك؟ وقعت وما حسيت غير على رنة الموبايل. ومن شو وقعت؟ حدا طلع لي بهالليل ووقعني. اوف، شو هالحكي؟ مين؟ بعرف مين. طيب جابر رحت على المستشفى؟ لا لا لا، ما لها محرزة، شوية ردود. ما قلت لك انه كنت مسجل بنادي رياضي؟ ايه بس لازم اشوفك دكتور. ايه مو مشكلة. اجي اخذك؟ لك لا، شو هالحكي؟ ما فيني شيء انا. طيب لك انا رح اتصل بسامي. ما في داعي، فعلا ما في داعي، يعني ما في شيء خطير، بس شفتي شوي، ايه شوي يعني مضروبة. جابر ليك بكره من الصبح بتروح على شي مستشفى، لازم يشوفك دكتور، بركي في كسر. حاضر. انت اصلا ليش اتصلتي؟ في شي؟ انا هلا ما رح احكي معك ولا كلمه على التليفون، بكره الصبح بيجي باخذك وبالطريق بحكي لك كل شي. لا لا ما تحسبي حالك. خلص جابر يلا لا تحكي كتير، تصبح على خير. الله معك. الو. صباح الخيرات.
منيح منيح، فايق منيح. لا لا ما في داعي وايك. ايه اكيد. خلص وعد. طيب طيب. ايه الظهر. سلام. مع السلامة. آخ آخ. سامي أنا ماني مصدق عيوني، ماني مصدق عيوني ابدا. صباح الخير عمتي. صباح الفل. بس شو لقيتك فايق بكير؟ بصراحه بصراحه الحب يبدو اني وقعت وما حدا سمع لي. لك بعيد الشر عن قلبك يا عمري. ملاك يمشي على قدمين من حرير. يا حياتي ولك صرت شاعر كمان. لك تقبر قلبي تقبش عيوني. احكي لي مين هي. خلص عمتي خجلتيني، ما بدي احكي، بكير اصلا بكير. يعني بدل ما يتجوز الام اخذ البنت وهرب. الله عليك يا ام تحسين، ليه بتجيب هالقصص هاي؟ صار لي 40 سنه من بيت لبيت. لا يا ام تحسين لا. البيوت اسرار والناس عم تأمنك عليها. صباح الخير يا أبو مايا. اسأله للبيك إذا عرف اسم من القصص اللي حكيته. أنا ما بقول أسماء، لا في أسرار ولا شيء. شلون أصبحت؟ زفت يا رجل. شو قصتك أنت؟ ما كنت هيك صاير عم تسكر بسرعة. ما بعرف، امبارح كنت كتير تعبان وشربت بسرعة، ما شفتني عم غب غب. شو ناوي تعمل هلأ؟ أحسن شيء ما لازم أشوفه ولا أسمع بسيرته. وأنا لك شفت؟ شفت شلون أنك مالك قادر تستغني عني؟ هذا أكثر شيء مضايقني. مبارح وقت بلشت تخبص بالحكي سحبتك على المكتب لجوا. شو حكيت؟ يعني ما كانت حلوة أنك تجيب سيرة فاتن قدام مايا. فاتن؟ شو قلت؟ هي خبصت، قلت أنه فاتن قضت عمره كله بالسكر. بتعرف جودات؟ أنا لازم تم معك مشان دير بالي على كل شيء. صفتك شو؟ مستشار يا أخي. بالشركة؟ هاي الشركة تحديداً أنا لازم أكون فيها معك على طول. لشوف لشوف، قوم لوصلك على بيتك. خليني أروح معك على الشركة. تركني لأفكر شوي. امشي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا بابا. عامل يا بابا دلوقتي؟ لا هلا الحمد لله منيح منيح، امبارح كنت تعبان كثير. يلا شوفك يلا. بابا هتيجي تتغدى معايا النهارده انت وعمو شوكت صح؟ لا بابا لا، من هون للظهر بنشوف. الو ايوه سامي. طب بص انا هكلمك بعدين اوكي، هرجع اكلمك. يلا باي باي. سامي نفسه؟ اه كان المفروض يجي عشان الكمبيوتر بس شكله كده عايز يلغي الميعاد. الو هلين مايا كيفك؟ انا اسف مشان امبارح بس صار معي هيك شغله طارئه. انت ليش هيك قلتي له؟ يعني ما بقدر زورك هيك؟ طيب هلا شو بدنا بهالحكي؟ ايمتى بدي اشوفك؟ ايه قدام الجامعه بعد نص ساعه. ايه ايه بعرفها كليه الاداب. اوكي ماشي يلا باي.
لين استاذ جابر؟ خير خير؟ لا ما في شيء، ما تخاف. ولا اقول لك خاف، لانه من اليوم ورايح رح تخاف كثير. الو، اهلين معلم. ها ولك الله يوفقك انت وياه. لك هيك عاملين بالزلمه؟ مرمينه وجارحينه؟ شو؟ اتركوه وهربوا. نعم بعيونكم. ايه خلص خلص ماشي، خلص كود. ليك لقلك اسمعني منيح، اوعى تيجي على المطبعة قبل ما اخبركم. ها عم تفهمني؟ يلا روح. هلا روح بعدين بنحكي. اهلين. الو، اهلين ليلى. ايه انا مريت امبارح. لا ليلى ما في شيء مهم، خلص انا بمرق لعندك على الدار. اهلين اهلين. لا ولا يهمك، مع السلامه. اتصلت ليلى. هلا انا شو بدي؟ ليش رحت لعندها امبارح؟ ازيك يا سيف؟ اهلين مايا، كيفك؟ الحمد لله. شو حابة نعمل؟ قول لي انت عايز تعمل ايه؟ مثل ما بدك، انت شو رأيك؟ تحب نروح نفطر؟ ليش انت ما عندك دوام؟ لا ما فيش مشكلة. هاي هاي، شو بكم؟ هذا الأستاذ سامي، شريك أبوها لمايا بالشركة. رفقاتك عم ينادوا لك، يلا عن إذنك مايا. لا سامي أنا مش عايز أحضر النهاردة. شو يعني؟ ايه رأيك نروح نشتري الكمبيوتر النهاردة؟ ايه مثل ما بدك. خلاص تطلع بعربيتي ولا بعربيتك؟ لا كل واحد بعربيته. خلاص اوكي يلا يلا خلينا نروح على المحاضره. طيب استاذ ليش ما خبرت الشرطه؟ هيك ببين خايف منه، هو عم يتحداني وانا ما رح خاف. طيب انت مو متفق انت والنقيب غياس انكم تضغطوا على ايمن؟ رح نضغط. منين سوزان؟ ايه طبعا رحت. لا لا بسيطة بسيطة، ما في شيء ابدا، ما في شيء خطير. لا احسن بكثير. رحت ايه رحت اي، ليك حتى رمى قدامي. مع السلامة. مع السلامة، شكرا كثير. باين انتو شرس كثير هالايمن. اذا كان هو شرس نحن اشرس، لا تخافي. شوفي شوفي عنا شغل. مثل ما انك شايفة، كتاب تعيين لسيد شوكة المحمود مستشار المدير العام براتبه قدره 25,000. ومين شوكة المحمود؟ مين ما كان يكون، انا بدي اعينه. مدام سوزان مو كل شغله بدي اسويها بدك تقولي لي وراي شركاء وسامي ورويده خانم وحصتي وحصتهم، انا المدير وبعين اللي بدي اياه. وانا لذلك عم بقول انه لازم ينعقد مجلس اداره لحتى تتحدد الصلاحيات وما يصير اي خلاف بيناتنا. ماشي ماشي، على اساس يجي اليوم نديم، اذا اجا بنقعد بنتفق. استاذ
يعطيك العافية. فينا ممكن نزرع؟ بتعرفي مايا؟ أنا بيلفت نظري تيابك كتير حلوين، منين بتجيبيهم؟ من هون؟ لا، لما كنت في مصر كنت بشتري كل حاجتي من مصر، بس أول ما وصلت على الشام هنا عرفت البيت أزياء حلو قوي بشتري منه وبفصل من عنده كل حاجتي. معقول؟ في عنا هيك شي هون؟ آه، في دار أزياء اسمه بيت الست سمية، وكمان ممكن يبعتولي البنت اللي عندهم تاخد مقاساتي وتفصلي وتعملي كل الحاجات. أها، بتعرفي مايا؟ نسيت إني بدي آخد عمتي على الدكتور. شو هالنسوة؟ طيب لا تأخذيني عن جد، احكي معي ايه بشوفك بعدين. يلا بخاطرك. اي فعلا ورطة. هلا شو بدنا نقول للبنت؟ والله ما بعرف يا فؤاد الا اي شيء. كيف اي شيء؟ هلا منشان اي شيء رحت لعندها انا؟ هذا الحكي مانو مقنع يا حنان. احكي معها عن هيام. ايه اسالها اذا كانت هيام رد مرقت على الدار. هلا ليلى بتعرف انه سميه صرفت هيام؟ ما بعرف فؤاد، ما بعرف. هلا ما بتعرفي، بس امبارح وقت طلبتي مني دق الباب كنت كثير بتعرفي. طيب شو اعمل هلا؟ ما بعرف. انت ورطتيني وانت بدك تلاقي الحل. خلص لا تروح، اطمنا عليها ومشي الحال. يا حنان اذا ما رحت رح تتصل. وقت تتصل الا مو فاضي. هيك نتخلى عنا للبنت؟ يا فؤاد شو بدك لك؟ لازم نلاقي طريقه تشوفي ليلى بدون مبررات. مثل شو؟ هلا انت ليش حكيتي معها؟ لانها بنتي وما بدي ابقى بعيد عنها، بدي اشوف وين عايشه وكيف عايشه. وهي عرفتي، شوفي شو صار. خلص أنا ماني رايح، خلينا ناخد وقت لنعرف شو بدنا نساوي. حضرتك ست سمية؟ تفضل. أهلا وسهلا. أنا سامي خباز. الحقيقة أنا سمعت عنكم كتير، تحمست أعملكم زيارة. أنا شريكي جودة المحمود، حكالي عنكم وشكر منكم كتير. الأنسة مايا بنته لجودة بيك، زبونة دائمة عندي. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. تفضل ارتاح. أنا بصراحة عم فكر بعمتي، يعني أنتم ما عندكم ملابس لعمر كبير شوي؟ عنا كل شيء. ممتاز. سمعت كمان انه انتو بتطلعوا على البيت مشان تصميم والبروفات وهيك شيء، ما؟ طبعا، انت بس خلي الست عمتك تيجي لعنا مرة واحدة ونحن بعدين. المشكلة انه عمتي حركتها تقيلة شوي وهي عندها مناسبة بعد اسبوع، وانا حابب فاجئها بشوية اواعي. نحن ما عنا اي مانع، بس كيف؟ يا ريت شي حدا من عندكم يطلع لعند عمتي على البيت، يعني هن بيفهموا على بعض، وبالنسبة للتكاليف ولا يهمك. اعوذ بالله، نحن ما نفكر بهالشيء منوب. ليلى تعال عندي شوي. هلا رح تجي بنت كثير موهوبه. المهم نلحق خلال اسبوع انه نفصل ونخيط ونصمم. طبعا بنلحق. ليلى ما بتلحقي للاستاذ سامي اي موديل بده اياه خلال اسبوع؟ طبعا. السيد سامي خباز بده موديل مختلف مبتكر لست عمته، فبتروحي معه بتشوفيه وبتتناقشي معه وبتنقوا الموديل اللي بده اياه. هلا بس انا. يلا تفضلوا. استاذ سامي ما في داعي ترجع على ليلى لهون، انت بس دل على البيت مشان تعرف تروح لحالها مره ثانيه عليه. اوكي اوكي، شكرا كثير لك مدام. اهلا وسهلا فيك. تفضلي. يلا بس لحظه. كيف تعمل هيك؟ عندي مزاجي صعب كثير. سامي عم بحكي عن جد، كيفك بتطلعني من المشهد؟ قلتي لي اذا كنت مهتم بعرف كيف شوفك. ليكني مهتم. ايه بس هيك مهتم كثير.
كتير كتير أكتر ما تصوري. معقول؟ إيه معقول. تعرفي إنه أنا مبارح ما نمت الليل؟ هلأ بس دي أفهم كيف وصلت لي بهالسرعة؟ أنت بتشتغل بالمخابرات شي؟ شغلة مو صعبة. اتصلت بمايا وقلت لها منين عم تجيب أوعية. إيه بس هي لسه ما لبست من عنا. مشان هيك اضطريت أبقى معها نص ساعة زيادة لحتى جرجرتها بالحكي وبعدين جيت لعندك فورا. عن جد مو معقول. هلأ بدنا نضل واقفين هون؟ إيه لوين نروح؟ اطمني مو لعند عمتي. أي محل بس بعيد من هون. تفضل.